مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، ويلا على الوصفة. حليب كامل الدسم 1 لتر 5 كوب، تحريك باستمرار، الحرارة متوسط الحرارة، التقليب باستمرار من شان الحليب ما ينحرق، لازم نقلب باستمرار. عند أول غليان بنوطي الحرارة وبنوضع الخل، 3 ملاعق خل 22 جرام تقريبا، أي نوع خل متوفر أو عصير ليمون نفس الشيء. الحرارة تكون متوسطة مثل ما حكينا، وعند الغليان بننزل الحرارة أقل شيء، ننتظر 2 دقيقتين هيك جاهز، بنصفي بنتخلص من المية أو السوائل مثل ما أنتوا شايفين، بنصفي السوائل نضربها بمضرب البيض حتى تكون كريمية، حسب يعني لازم تكون دافية، يعني مش لازم تكون لا سخنة ولا باردة كتير، يعني تكون دافية، يعني مش لازم تكون لا باردة ولا سخنة كتير، تكون دافية. نضربها بمضرب البيض حتى تكون كريمة، وهي مناسبة لكل أنواع الحلويات، ولدهن الخبز للإفطار، للتشيز كيك مناسبة. يعني هي بديل كريمة الجبنة، هي هذه بديل للحلويات للتشيز كيك، وللإفطار مناسبة للإفطار. قليل من الملح، قليل من الملح، سن ملح. لما تكون مثل هيك كريمية نضعها مرتبان، نضعها بعبوة زجاج، نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام. مثل ما حكينا هي مناسبة للتشيز كيك، مناسبة للإفطار، مناسبة للسحور، للأولاد، للإفطار، للمدرسة. صحة وألف عافية مثل ما أنتم شايفين، هي كتير كتير روعة بدون مواد حافظة وصحية، وأنتم اللي عاملينها في البيت، نخزنها بالثلاجة هيك صارت جاهزة في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.